بيقول لك عندك السي رود بالشكل ده تمام، اللي هو اللي معمول له هاش ده، مديك الاريا ومديك اللينث بتاعه، بيقول لك ان هو مربوط بايه، بسبرينج. والسبرينج ده مديك حاجه اسمها الستيفنس بتاعته، اللي هي الكي بتساوي 20 نيوتن بير سنتي متر. ونركز على اليونتس بتاعتنا يا شباب تمام، هو صارت تبقى نيوتن بير متر، بس هو مديلك هنا بالسنتيمتر. ويقول لك ان هو ايه الشكل ده كله كده، حطه في ايه، بتوين تو فيكسد وولز ماشي. بعد كده هعمل ايه، اللي انا هعمله ان انا هاثر على الستيل رود ده تمبريتشر، يعني درجه حرارته هتزيد بكام، ب 500 ديجري سليزيوس. ومديك الايه الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت، ومديك الاي ستيل بتاعته. عايز يعرف الاستريس الاكتنج على الرود. هو بس نفهم واحده واحده ايه اللي حصل. اللي حصل يا باشمهندسين دلوقتي ان انا عندي الايه، الستيل ده هيكسباند في اي اتجاه، هيكسباند في الاتجاه ده. طب تمام، السبرينج بقى هيبقى عامل ايه؟ السبرينج في الوضع الطبيعي بتاعه شباب، هو الوضع ده، هو ده الوضع الايكوليبريم بتاعه تمام. فا اكوردنج تو هوكس لو، زي ما انتوا هتاخده ان شاء الله سواء في الاستاتيكا او سواء ان شاء الله هتاخده قدام في المنهج، هوكس لو بيقول لك ايه، بيقول لك ان السبرينج ده هو لما يتغير عن او يتحرك عن الايكوليبريم بوزيشن، هو هيبقى عايز ايه، يرجع للايكوليبريم بوزيشن تاني ده تمام. فساعتها التغيير بتاعه ده او الفورس بتاعته اللي هتغيره هترجعه حاجه اسمها ايه، الريستورنج فورس. فهيبقى في فورس يا شباب جايه من السبرينج، تبقى ايه دي الاتجاه بتاعها، هيبقى دي اسمها ايه يا شباب، هي اسمها الاف. طب تمام ماشي. طب الاف دي بتبقى بروبورشنال لايه، تبقى بروبورشنال للازاحه للديسبيسمنت. فبيقول لك ان الايه، الاف دي هي هتساوي النيجاتيف الكي في ايه، الدلتا ال ال، حاسس ان الدلتا ال دي هي بتعبر عن الايه، الازاحه بتاعتنا. وهي في الحاله دي هنا بتاعتنا بتعبر عن ايه، الدلتا ال الزياده اللي حصلت في الايه، في الستير رود بتاعنا اوكي. فيبقى كده بالتالي الفورس بقى اللي هتحاول ترجعه هي ايه، بتساوي النيجاتيف كي اللي هو الستيفنس كونستانت اللي احنا لسه جايبينه، او هو جايبه عندها في السؤال، في الدلتا ال ال. والدلتا ال يا باشمهندسين زي ما احنا قلنا هي اللي جايه من الايه، من الحاج ده هيحصل له الونجيشن بس. فهي دي الفورس اللي هتعمل ستريس على الايه، على الرود بتاعنا اوكي. طب الدلتا ال يا باشمهندس انا عايز اجيبها، احسبها منين؟ اه تعالى نرجع بقى مع بعض الحته بتاعت الايه، الثيرمال اكسبانشن. كنا بنقول ان الدلتا ال ال هتساوي ال ال نود بتاعتنا تمام ماشي، مضروبه في الايه يا شباب، في الالفا، مضروبه في الدلتا الثيتا بتاعتنا اوكي. ال ال نود هو جيفن بالنسبه لي، مديها لي بكام؟ ايوه مديها لي بنص متر، مديها لي بنص متر هنا اهو. والالفا جيفن برضو، والاي دلتا ثيتا هو مديها لي ب 500 درجه سليز. فتحسب من الكلام ده هيطلع عندك ايه، 2.5 تايمز 10 تو ذا باور اوف نيجاتيف 3 متر. طب مش ومن الكلام ده يا شباب ممكن تحسب الاف، تلاقي ان الاف بتاع عندك بكام، النيجاتيف الكي في الدلتا ال ال، يعني نيجاتيف مضروبه في كام، في الكي اللي هي 20. بس ما تنساش بقى تحولها للاس اي يونت، فلازم تضرب في ايه يا شباب تحت، ايوه لازم تحول السنتيمتر اللي تحت ده لمتر، فمعنى كده تضرب تحت 10 اس سالب 2 تطلع لك فوق بكام، ف 10 اس 2. يعني هنا تحت كان المفروض 10 اس سالب 2، بس هنا هتطلع لك فوق ب 10 اس ايه، 2. مضروب في الكلام ده في ايه يا شباب، في الدلتا ال ال بتاعتنا اللي احنا حاسبينها من شويه صغيرين، اللي هي 2.5 تايمز 10 تو ذا باور اوف نيجاتيف 3. هيطلع لك كده ايه، الفورس بتاعتنا هتطلع لك ب النيجاتيف 5 متر. جت من النيجاتيف دي، النيجاتيف دي معناها يا شباب ليها الفيزيكال مينج بتاعها ان هي ايه، هي دايما عكس اتجاه ايه، الحركه بتاعتك عكس اتجاه الايه، الديسبيسمنت بتاعتك. فبالتالي معايا الاف، اعرف احسب منها الاستريس، اقول ان التي بتساوي الاف على الايه، ومعاك الاريا 0.04 متر سكوير، معاك الاف، يبقى 5 على الفاليو دي يا شباب هطلع لك بكام، بسالب 125 نيوتن بير متر سكوير.